نشرح التجربة الثالثة إلكترونيك، سهلة ما بيشي لوجيك جيت. زين، ناخذ بيها بس كل بوابات النوت والأند والأور. قبل لا نبدي، إحنا بالتقنية نعرف نشتغل على اللوجيك 1 واللوجيك 0. هنا بالإلكترونيك ما عندنا لوجيك 1 ولوجيك 0، عندنا فولتيات. فإذا أريد نمثل اللوجيك 1 اللي هو يكون من 2.5 إلى 5 فولت، اللوجيك 0 يكون من 0 إلى 0.8 فولت. زين، النوت، دائرة النوت عبارة عن ترانزستور يرسم بهالشكل. هنا يكون الانبوت مالتي، لو اعطي مثلا 5 فولت لو اعطي 0، هنا يكون الاوتبوت. اذا اعطيه 5 فولت راح يطلع لي 0، اذا اعطيه 0 فولت راح يطلع لي 5، على حسب شنو؟ على حسب هذا الفي سي سي. هنا النوت باعتبار راح يشتغل كسويتش، لما نعطي فولتية السويتش هنا لا ينسى لو يشتغل، لما نعطي على حسب الفولتية اللي انا اعطيها اللي هنا مثلا هنا عندنا بهالشكل. هنا بالانبوت، هذا الانبوت مالتي، منطي 0 فولت السويتش انفتح، فرأسا الفولتية جت من ال في سي سي مرت بهاي المقاومة وراحت شنو للفولت ميتر، قاعد تنقر جت 5 فولت. زين، هاي لما نعطيته 0 فولت، لما نعطيه 5 فولت السويتش راح ينسد، فالفولتية مال هاي الفي سي سي راح تيجي تمر هنا صح، تمر من المقاومة بسرعة وين تروح؟ رأسا للجراوند. فما طول راحت للجراوند فهنا الفولتية ما راح تتولد، لأن هاي المقاومة ربطت بالجراوند. زين، إذا ما طول هاي ربطت بالجراوند هنا راح تطلع لي فولتية صفر. لا، شو وقت ربطت بالجراوند؟ لما هذا السويتش ينسد. شو وقت هذا السويتش ينغلق؟ لما هاي تعطي 5 فولت، يعني لوجيك 1. زين، ورا هذا قلنا لما اللوجيك 0 هذا السويتش راح ينفتح، فالفولتية هنا راح تمر على المقاومة وتروح للأوتبوت فينقري 5. الأند جيت، بوابة الأند، هذا رسمها ثابت بهالشكل متكون. هنا الأوتبوت هم يعتمد على الـ VCC اللي هو المصدر هنا خال باتري. هنا الأوتبوت هم يعتمد على الـ VCC، يعني هنا الأوتبوت يطلع لوجيك 1 لو 0 يعتمد على هذا الـ VCC، ما يعتمد على الانبوت، يجي من عند الـ VCC. زين، هذا الأند، هذني الدايودات الاثنين إذا أربطها بجراوند، لما أربطها بجراوند يعني لوجيك 0. زين، اثنيناتهم إذا أربطها بجراوند شو يصير عندي؟ اعتبروا هسه اثنين، لحظة خلينا نرسمها على السريع. احنا باللوجيك 1 نعرف انه اقصد بالاند نعرف الواحد في صفر صفر والصفر في صفر صفر، شو وقت يطلع لي واحد؟ عندما فقط واحد في واحد. زين، هسه لو اجي اربط هذا الدايود، خليه هنا واحد، لا بعد شو احتاج مصدر صح اللي هو الباتري، لا مو اي سي، هذا نجيبه هنا. احتاج بعد شنو؟ مقاومة. زين، هاي المقاومة. بعد شو احتاج؟ جراند همينه موجود بالسورس. زين، هذني شنو راح اكسسها؟ اعكسها تنعكس مو اي اكسن. هاي المقاومة فوق، كان قرب شوية، هذا ما اريده، هذا المصدر مالتي، هذا الجراوند. زين، خلينا نسوي مصدر 5 فولت يربط هاي المقاومة، هذا تروح هنا وهذا يجي هنا. زين، هذني بقت هنا، هذني دائرات اثنين لو اربطها بجراوند اللي نجيبه هذا، خليته جراوند. لو اجيب باتري بيخليه هنا. زين، احتاج اسوي مولت ميتر لها قيس الفولتية عليه. زين، هسه بعد احتاج، لننسى انه هذا المولت ميتر الجزء السالب مال تمين يحتاج لجراوند، فربطه بهالشكل. زين، استدني حاليا، خلينا نوخرها. هسه عندي هاي الدائرة، حاليا ذني الدائرات راح اربطها بالجراوند، يعني اعطيهم لوجيك 0، الثنين لوجيك 0.
إذا اثنيناتهم لوجيك زيرو يعني صفر في صفر راح يطلع لنا بالمالتيميتر صفر، بس إذا أشغل ونشوف هذا الشي يطلع لي 600 وهلقيت ملي فولت يعني صفر، لأن يعني إحنا قلنا اللوجيك زيرو يكون من الصفر إلى 0.8 يعني من الصفر إلى من 100 ملي فولت. شو وقت يكون اللوجيك 1؟ لما يعبر الاثنين ونص 2.5 فولت. زين هسه انا ليش طلع لي لوجيك 0؟ خلينا نشوف ايش صار. هذا المصدر مر من عنده تيار، مر بهاي المقاومه، يمر بذني الدايودات لو لا؟ اي يمر. ليش؟ يعني انحياز امامي صار. لما يمر بذني الدايودات وارسن راسا وين راح يروح؟ للجراوند. يعني باعتبار هذا المصدر من التيار مالته راسا راح يجي لهذا الجراوند، فاذا هنا فولتين راح تتولد على هاي المقاومه. زين اذا هذا الدايود، خلينا نوقف الدائرة، هذا الدايود ربطته بمصدر ار واحد صفر، واحد فيه صفر جيت صفر، همين ايش قد راح يطلع لي؟ صفر. زين ليش؟ لان همين هنا راح يمر من التيار، صح ما يمر بهذا الدايود لان راح صار انحياز عكسي، بس راح يمر بهذا الثاني، فما طول مر بهذا الثاني اذا همين راح هاي الجراوند، اذا التيار مر من هنا اجي وراح هاي الجراوند، اذا هنا فولتيم راح تولد على المقاومة، لان راسا المصدر راح المقاومة هاي راسا ربطت بالجراوند. زين إذا الثنيان لوجيك 1 اثنيناتهم ربطتهم بمصدر الفولتية اللي هو هذا اللوجيك 1، خلينا نشوف شو يصير. هنا راح تتولد لي 5 فولت، إذا واحد في واحد اللي هو هذا وهذا، واحد في واحد طلع لي 5 فولت اللي هو واحد. ليش؟ لأن هنا التيار لما أول شيء هنا هذا لما أربط ذني بمصدر هذني الدايودات ما راح يشتغلن. ليش؟ لان هذا المصدر، لان هذا المصدر هذا اللي خليته هنا راح يسوي انحياز عكسي فما يشتغلن، فراسا التيار لما يمر من هنا يروح راسا للمولتيميتر الاوتبوت، فالتيار راح يمر بها المقاومة وتتولد عليه فولتية وتروح للمولتيميتر يقراها. زين طبعا هو هذا المصدر اللي انا خاله هنا ما يهم ايش قد الفولتية مالته، اهم شي بشنو؟ بفولتية. فمثلا اذا اخليه 0.2 فولت وإذا شغل من راح يطلع لي 5 فولت. ليش؟ لأن هذا الشغلة بس يعطي فولتية بس على مود يذني يسويهن شنو انحياز عكسي وما يشتغلن، فعمود التيار اللي يطلع من هذا المصدر رأسا يروح لوين؟ لهذا المالتيميتر. هسه هذا المصدر إذا سويته مثلا 4 فولت وشغل هنا راح يطلع لي 4 فولت، فإذا هذا الأوتبوت مال هاي المقاومة يعتمد على الفي سي سي والمصدر ما يعتمد على هذا الإنبوت. زين هاي دائرة الأند اللي هسه ربطناها سوينا بروسيجر. الاور اللي بهالشكل، الفرق انه الداودات يكون اتجاه بالعكس وماكو مصدر في سي سي. زين يعني اول شيء هذا اواخره، هذا اواخره، ذني عكس اتجاهها مالتها عكس تاج، ماكو مصدر في سي سي، راسا هذا ربط بالكراود، هذا يجي هنا، هذا يجي هنا. زين احنا قلنا بالدائرة الاند الاوتبوت يعتمد على الفي سي سي، هنا أنا ماكو في سي سي، فاذا 100% الاوتبوت راح يعتمد على الانبوت اللي هو مالتي. فاذا هنا اني بالاور ايش عندي؟ اور صفر زائد صفر زائد صفر، فهسه اذا اربطهم ثلاثهم بجراوند اللي هو الصفر المفروض قد يطلع لي هنا صفر 100%. ليش؟ هنا ماكو اي مصدر عمود يتولد على هاي المقاومه. زين نوقف، راح اربط واحد من عندهم شنو مصدر فولتية، فإذا واحد صار لوجيك 1 اللي هو هذا والثاني لوجيك 0، واحد زائد صفر شقد واحد، فالمفروض هسه من الشغل يطلع لي شقد؟ المفروض واحد، لحظة اكو مشكلة، سوري هنا أنا دائما هاي البطارية الطرف السالب ربطوه بالجراوند، لأن ممكن إذا تبقوه بالآند عادي ما يكون مشكلة، بس بالبوابة الأور يأثر لازم نربطه بالجراوند. زين هسه إذا شغل يطلع لي 4.3 فولت، و 4.3 هي صار بين 2.5 وبين 5 فولت، اذا هذا شنو؟ لوجيك 1. ليش يطلع لي لوجيك 1؟ لان هذا الدايود الاول هذا الانبوت الاول هو 1 وهذا 0، ف 1 زائد 0 1. زين هسه اذا اربط هذا الانبوت الثاني همين اربطه بشنو؟ بلوجيك 1، ربطت هذا الدايود هذا الدايود بهذا اللوجيك 1 اللي هو 5 فولت، اشغل هم راح يطلع لي 4.3. هاي هي بوابة الأور. زين هنا شلون صار هذا الشيء؟ هاي المقاومة على شنو راح تعتمد؟ راح تعتمد على هذا المصدر، فهنا لما نعطي 5 فولت هذا راح يصير انحياز أمامي، هذا راح يصير انحياز أمامي، فراح يشتغل، فراح يمر من التيارات
يمر بها المقاومة وتتولد فولتية على هذا الطرف، هذا الجزء، مو هذا الجزء، مو الجزء الفوق، لا الجزء الجوة، لأن الجزء الفوق مربوط بالجراوند. فاني مو الفولت ميتر ربطه هنا بين المقاومة هاي وبين هاي الدايود. خاف اكو بعضكم يسأل يقول مو هاي المقاومة مربوطة بالجراوند شلون تقعد تولد؟ لا انا دا اقيس الفولتية على هاي النقطة، ما دا اقيسها فوق، هسه دا اخليها فوق شوف الفولتية ايش قد تطلع ونشغل صفر. ليش انا دا اقيس بين مقاومة وجراوند؟ بس انا ما اقيس بين مقاومة وجراوند، انا وين اقيس؟ هنا بين المقاومة وهذا المصدر. فهنا ايش قد راح يطلع لي؟ لوجيك 1. زين هاي هي بوابة الأور، بس بينما في حالة لما كنت أربطها الثنين أربطهم بالجراوند اللي هو لوجيك زيرو، فهنا أنا ماكو أي مصدر عمود يولد لي فولتي على هالمقامة، فيطلع لي جيت صفر. زين نكمل، هاي البوابة الأند، خلنا نربط النوت لين ما ربطناه. النوت عبارة عن ترانزستور بمقاومتين ار سي ار بي وفوق في سي سي، هم بين بي مصدر. زين ومربوط جواب الجراند، هذا انبوت هذا اوتبوت. زين هذني خلينا نوخرهن، او ليش نوخرها؟ هاي هذا ما اريده، هذا ما اريده، هذا ما اريده، ذني ما اريدهن، هذا اريده، هذا ما اريده. زين احتاج ترانزستور، وين الترانزستور هذا؟ زين اروح ترانزستور فيرتشوال، اختار البي جي تي اللي احنا نشتغل الان بي ان، مو بي ان بي، ان بي ان هذا ترانزستور. زين احتاج مقاومتين قلت ار سي وار بي، هاي مقاومة الار سي راح تكون هاي مقاومة الار بي، بس ندي اورها ايش احتاج؟ مصدر في سي سي، تقدرون نخلي الباتري ونقدر نخليه هو اصلا اكو، اصلا اكو مصدر اسمه الفي سي سي اللي هو هذا موجود بالباور سورس، موجود بالفي سي سي هنا، هذا هو اصلا في سي سي، اقدر اربطه، اقدر اخلي بداله باتري عادي. زين هنا راح يكون الانبوت مالتي، خلينا شوي نصغر او نقدر نقرب بعد سويت. زين وين راح نقري الاوتبوت؟ هنا أنا. زين بس احتاج جراوند، هذا اخلي واحد للمولت ميتر. اذا هاي الدائره ربطتها بالجراوند، واحتاج جراوند ثاني سوري لهذا اللي هو، اقدر كلهم اربطهم بجراوند واحده، بس اسوي هيك كترتيب ما اريد يصير مربعات. شغل هذا، شغل هاي الدائره، بس هنا مطي يعني لوجيك زيرو اللي هو صفر مطي بالجراوند، فطلع لي 5 فولت. ليش؟ لان هذا باعتبار راح يصير اوبن، فالتيار لا سلاح يطلع لي من هنا ويروح للفولت ميتر، فالسلك باعتبار راح يكون بهذا الشكل من هنا، يجي من الفي سي سي ويروح للفولت ميتر. بس اذا هذا اربطه لوجيك 1 اللي هو 5 فولت، طلعت لي 30 ملي فولت، يعني باعتبار صفر. ليش؟ لان هذا الفي سي سي سوري التيار مالته راح يروح لوين؟ هذا راح يتسدد الدائره، فراح يروح راسا للجراوند، فباعتبار هنا دا اقيس الفولتيه بين مقاومه وجراوند، وقلت اذا فولتيه بين مقاومه وجراوند شنو؟ صفر. هاي هي بوابه النوت بعد شنو بالتجربه، وهذا كان البروسيجر يعني. طبعا نجرب هنا ايش يقول؟ كونكت ذا انفرتر سيركت اللي هو النوت، وارسم لي تروث تيبل مال، اقصد اكتب لي تروث تيبل مالته، بعدين نربط الدار كما في شكل 2 بي اللي هو 2 بي مال هذا مال النوت الاند اقصد، بعدين نربط 3 بي اللي هو مال اور اللي سويناهن. زين هذا يقول عندي خطوات باستخدام هذا البرنامج، هذا ما نستخدمه. ديسكشن، شنو التأثير اذا عكسنا الدايود بكل الاند والاور؟ يعني وينها دائرة ال ما يترجع حرامات ابادي ترجع، او خلينا نشرحها على هذا الان. هسه خلينا نجي على الان، شي يصير اذا عكست ذني الدايودات الاثنين؟ هذني عكستها هنا، لما راح يمر مصدر لما راح يمر تيار من هذا المصدر 5 فولت، يجي يروح على وش على ذني الدايودات، راح يشوف اتجاهها بالعكس،
لحظة اعطوني دقيقة بس خلي أرسمها. ساعة حاليا بوابة شنو الآن التداريب أشغل يطلع لي شقيت. ها سوري، الساعة حاليا بوابة آند، لما أشغل راح تعطيني 5 فولت. ليش؟ لأن الاثنيناتهم مربوطين، سوري هذا الأي والبي مربوطين بشنو؟ بلوجيك 1. بس أنا معطي 12 فولت وما يهم، بعدين طلع لي 5 فولت. ليش؟ قلنا الأوتبوت مال آند والنوت يعتمد على الفي سي سي اللي هو هذا المصدر. زين هسه شو يصير اذا عكس بدني الداودات؟ خلينا نشوف. هذني الداودات جبت اول شيء اقطع الوايرات مالته، ذني اعكسهن اربط الوايرات. هسه اخلي برا اول شيء اثنيناتهن اخليهن بلوجيك زيرو، ثلاثة ربطتها بالجراوند واشوف شو يصير. لما اشغل راح يطلع لي 5 فولت. ليش؟ زين بعدين نقول ليش. خلينا نكمل. هسه صفر في صفر طلع لي 1 5 فولت. خلينا نجرب 1 في 0، همين طلع لي شقيت؟ طلع لي 11.2 فولت، همين يعتبر لوجيك 1. زين خلينا نجرب بعد، همين ثلاثة مربطتهم هالمرة ثلاثهم لوجيك 1 لوجيك 1، همين طلع لي شقيت؟ 11 فولت. ليش هذا الشي صار؟ هنا لما يعني شنو اللي فهمناه من هذا الشي؟ يعني بالصفر صفر طلع لي 1، وبالواحد صفر طلع لي 1، وبالواحد واحد طلع لي 1. إذا بكل الحالات بيطلع لي لوجيك 1. يعني لما نعكس الداودات بالدائرة الآن نقول له بكل الحالات يصير لوجيك 1. ليش هذا طلع لي لوجيك 1؟ إذا الداودات لما راح ينعكسن راح يمر تيار من هذا الباتري، راح يطلع يمر بهاي المقاومة، يمر هذا التيار بذني الداودات؟ لا ما يمر. فإذا 100% التيار اللي راح يطلع من هاي هذا المصدر ويروح على المقاومة رأسا راح يروح للفولت ميتر. هنا شكو ورا الدايودات ما يهمني. ليش؟ لأن يعني هذا التيار هنا ما راح يرجع لذني الدايودات. ليش؟ ما ليش تغضن، راح يصير انحياز عكسي. فالتيار اللي راح يطلع من هاي المصدر ما يمر بذني الدايودات، ما يروح لفوق للجراوند عم يطلع لي لوجيك زيرو، لا راح يكمل على المقاومة ويروح رأسا للفولت ميتر. هنا انا شخلي ما يفهمني، يطلع لي دائما اللوجيك شنو 1. هسه في حالة اذا اربط دائرة اور، هاي هي دائرة اور، هسه حاليا هاي دائرة اور. زين هسه اذا شو اسمه اشغل عادي، الاثنين مطيهم 1 1، فواحد زائد واحد الثاني 1 اللي هو 4.3 فولت. هسه اذا اوقف واجي اعكس ذني الدائرات 2، عكستها اربط هذا. خلينا نجرب الاثنين اربطهم بالجراوند، صفر زائد صفر شقد راح يطلع لي؟ طلع لي صفر. زين نجرب بعد، صفر زائد واحد هالمرة شقد راح يطلع لي؟ طلع لي 5 نانو فولت، همين الصفر. نجرب بعد، واحد زائد واحد شقد راح يطلع لي؟ 10 نانو فولت، همين الصفر. ليش؟ هذا الفولت ميتر دي يقيس لي الفولت على هاي المقاومة، هاي المقاومة من دي يجيها التيار؟ ماكو من دي يجيها التيار. ليش؟ لأن يعني هذا المصدر لما راح يطلع منه التيار يمر بذني، يمر خلال ذني الداودات الاثنين؟ لا، هذني باعتبار سادات الطريق على هذا المصدر. هاي المقاومة تريد تيار يجي من هذا المصدر، بس ذولا سادين الطريق عليها بكل الحالات. فما راح تستلم التيار من مال هذا المصدر. ليش؟ لأن يعني ذولا مربوطين انحياز عكسي ويا من ويا هذا المصدر الجوي، فصارين حاز عكسي. فما راح يمر تيارات يعبر ذني الداودات 2 عمود يمر بهالمقاومة، فبكل الحالات يطلع لوجيك 0. اذا مختصر الحكي، لما نعكس داودات بدائرة الاند هاي يطلع لي دائما لوجيك 1، لما نعكس الداودات بدائرة الاور هاي يطلع لي دائما لوجيك 0. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، ديزاين 3 بيت اند سيركت، شو يريد هسه؟ يريد دائرة اند بها 3 بيت. يعني شنو 3 بيت؟ يعني يريد بها 3 انبوت. فانا شو اسوي؟ نفس الدائرة مالان بالضبط اجي اصمم لها اياها، اقول لها هاي هي شي نربطها. هاي مو دائرة اند، بس بقى شنو نعكس ثاني الدايودات، لان بالدائرة اند الدايودات تكون هالشكل. هسه هاي حاليا دائرة اند بيها 2 بت 2 انبوت، شو اسوي؟ بس اجيب دايود ثالث هنا صار شنو؟ صارت 3 بت. ها هي
أخليها كلهن. هسه هاي دائرة الأنت، 1 1 0، 1 زائد 1 يد يعطيني 1، زاد 0 همين يعطيني 1. سوري سوري، هاي أنت مو 1 زائد 1، هاي ضرب. هنا الدوادات نأكدها، بس إن 3 input زين. هسه حاليا ربطت 1 1 0، 1 في 1 1، في 0 0، فاذا هنا ايش قد المفروض يطلع لي؟ طلع لي 600 مللي فولت، هذا 0. اذا اربط هذا 0 الثالث في 1 راح يصير 1 في 1 في 1، ايش قد؟ 1، اللي هو هذا 5 فولت. هذا هو دائرة اند بها 3 بت، يعني 3 انبوت. نكمل السؤال اللي وراء. verify the truth table of the following circuit. هذا نكتب له truth table مال ذني الدوائر. اول شيء هاي الدائره، شنو هاي الدائره؟ نشوف اول شيء ذني الدوادات اتجاه اليمين، واكو هنا مقاومه زين. هذني لما نشوف دوادات اتجاه اليمين، هاي يا دائره، هاي دائره اور زين، وهذا ترانزستور، هذا شنو؟ هذا انت، اقصد نوت، فاور ومربوط ويا شنو؟ نوت. باعتبار وين باعتبار هالشكل، هاي سوري، هاي الار مربوط ويا شنو؟ نوت. بس هو شي يريد، يريد التروث تيبل مالته مال هاي الدائره. اقول له اي وبي، يعني لما كتبوا تروث تيبل سووه جزء جزء. هسه هاي مو دائره، هذا خلنا نسميه دي فوق بشكل صغير، هذا اي هذا بي، مربوطين شنو؟ اعتبروها اور صح، معوقه بس نسوي هاي النوت، هذا A هذا B هذا ال F. نقول له هذا ال A وهذا ال B، بعدين نقول له A زائد B. ليش مال هذا زين؟ وراها A زائد B الكل داش زين. هذا الجزء هو مال من؟ مال هذا الجزء، وهذا الجزء هو مال من؟ مال هذا الجزء الأخير. فهيك أسوي إياه بالسرعة خطوة خطوة زين. فهنا إذا كان 0 0، هنا بعدين 0 1 1 0 1 1، ويستمر. هنا يطلع لي 0، هنا 1 1 1، هنا يطلع لي 1 0 0 0. هذا الـ truth table مال هاي الدائرة زين. نكمل هاي الدارة، شنو هاي؟ دا نشوف اكو دايودات اتجاه بالعكس ومربوط هنا، شنو مصدر في سي سي وهاي المقاومة. اذا هاي دارة اند، وهذا الدارة الترانزستور وشنو؟ نوت. فباعتبار راح يصير هاي ال مخش دارة اند، هذا الاي والبي، هذا الاند، وهذا شنو؟ النوت. همين نقول له اي بي اي بي، بعدين شنو؟ اي في بي، بعدين شنو؟ اي بي داش، سوري داش صار كبير. هنا شنو؟ 0 0 0 1 1 0 1 1، 0 في 0 0 1 في 0 0 1 في 0 0 1 في 1 1، ناقص على 1 1 1 0. هذا الجزء هو مال هذا الجزء، وهذا الجزء هو مال هذا الجزء زين. ورا سؤال رابع. design electronic circuit to realize the following logic expression. صمم لي دائرة كهربائية عمود يحقق لي هاي المعادلة. هاي المعادلة عبارة عن شنو؟ A and B، هاي بوابة AND، بعدين A and B الكل داش، هاي بوابة AND مرة واحدة واحدة لخ، بعدين اللي يجمعهم شنو؟ بوابة OR. فاذا باعتبار راح اسوي دائرتين، يعني هنا مختص حكي راح اسوي 3 دوائر. اول دائره لهاي الجزء اربط اي بي باند، ثاني دائره لهذا الجزء همين اربط اي بي باند، وثالث دائره هي دائره النوت
الترانزستور، ورابع دائرة، سوري أربع دوائر راح أصير، رابع دائرة هي دائرة الأور اللي راح تربط لي هذا وهذا. هسه خلينا نشوي هذا نصغره خليه فينا، ننزل عم نقول لكم شلون صار. زين اصغر بعد، اصغر منه بعد، لا لا تصغر منه، يلا هسه اصغر. زين هسه يجي يفيدنا هاي المعادلة. هسه نروح لهنا، شريط قلت أربع دوائر، أول شي راح أسوي دائرة الآن تربط لي بين الـ A والـ B. زين هذني خليهم على صفحة، راح أخلي كل الأشياء على صفحة وأجيب اللي أحتاجه، هذني كلهم ما أريدهم. زين أول شي راح أسوي دائرة الآن هاي، ذني اثنين ترانزستورات اعكسهن. ليش؟ لان دائرة الاند يكون اتجاهها لليمين، لا سوري مو لليمين، لليسار. هنا راح اخلي بصفهم لو جراوند، راح اخلي بصفهم مصدر فولتية، يعني لو اربطهم بواحد لو اربطهم صفر. زين دائرة الاند ايش يحتاج لها؟ يحتاج لها في سي سي صح؟ ثاني المرة الفي سي سي راح اجيبه من هنا، ما اخلي باتري عمود مصير هوسه. بعد شي احتاج مقاومة، مقاومة هاي وحدة بس انسخها اجيبها هنا. زين ادورها خليها زين، هذا الاوتبوت مالتي راح يكون هاي شنو. هسا هذا الجزء اللي سويته هذا هو باعتبار اول، هذا راح اسميه سوري وين وين ديسبلاي ليبل، هذا نسميه اي، هذا نسميه شنو بي. هتساي اي اند بي سويت حاليا هذا الجزء. هسه راح اسوي هذا الجزء. زين نفس هاي الدائرة بالضبط اجي انسخها كنترول كوبي خليها هنا، بس الفرق هاي الدائرة ايش راح يكون بيها؟ راح يكون بيها انفرتر، راح يكون بيها هذا الداش اللي فوق. شلون اسوي انفرتر؟ اجيب ترانزستور. زين هذا ترانزستور، ترانزستور من ياخذ الانبوت مالته؟ من الاوتبوت مال هاي، فمن هنا راح يكون الاوتبوت. زين شوية نجيب من هنا ترانزستور ايش يحتاجها؟ من يحتاج مقاومة، سوري هنا أنا اكو مقاومة، واحتاج فوق مقاومة شوي بعد، هذا شوي بعد، هذا نربطه هنا، هذا يجي هنا، هذا ندي ورا ما اريد افتحه واخر. هذا الشي احتاجه في سي سي صح؟ لان ترانزستور همين قلنا الاوتبوت مالته يعتمد على الفي سي سي. زين هنا الشي احتاج لي جوا، يحتاج جراوند، فاجيب هذا جراوند خلي وين، خلي هنا جوا. زين هسه هاي الدار الفوق هي هذا الجزء، وهاي الدار الجوا هي شنو؟ هي هذا الجزء. بقى شربطهم اربطهم بار. زين الار انا ايش عرفنا؟ اول شي بيها اثنين دايود هاي الار، لأن الثيراتين أجي أعكسين بهالشكل، لأن يعني الأور يكون تجاه اليمين. وش يحتاج الأور؟ يحتاج مقاومة. زين وش يحتاج أيضا؟ يحتاج جراوند. زين هذا الجراوند، هاي المقاومة هنا، هذا الربط يربط هنا. إذا الأوتبوت مالتي وين راح ينقاس؟ أقيسي هذا الجزء ويا من ويا جراوند اللي هو هذا. اقدر اخلي له جراوند واحد، خلينا نخليه جراوند واحد عمود خاص شوية ارتب. زين هذا بقى زايد، لا ليش زايد؟ هذا اجيبه هنا خليه
يبقى على ذني الدارتين، هذا الجراوند أمين نخذينا جوا أخاف نحتاجه. زين تشبقه هذا الاوتبوت مالتهم راح يروح واحد لهنانه، وهذا الاوتبوت مالتهم ومين يجي من هنا يروح لهنا. هاي هي الدائرة اللي شنو اي بي اي اند البي اور الاي اند البي داش. بس اذا اريد اشغل اذا اربط اثنين اربطه بلوجيك 1، خلوا بالكم هذا اي وهذا اي، يعني هذا اذا لوجيك 1 هذا من لوجيك 1، هذا اذا لوجيك 0 هذا من لوجيك 0، هذا مو اربع انبوت هذا اثنين انبوت، فمو تربطون فوق اي 0 وجوا الاي 1، لا هذا اذا الاي هذا ولوجيك 1 اذا هذا الاي الثاني هم لازم يكون لوجيك 1. المهم هسه ربطتهم كليتهم شنو بواحد، يعني اي واحد والبي واحد. نشوف الاوتبوت قد طلع لي 2.16 فولت دقيقة. هسه هنا الفولتية طلعت 2.1، ممكن البعض يقولون هذا شنو هذا طلع لي صفر. زين اول شي خلينا نكتب المعادلة ونشوف شي يصير، اذا في حالة نكتب معادلة وخليناهم كلهم واحدات. زين انا المعادلة مالتيش عندي A and B or A and هذا شلون and B كل داش. زين اذا هذا الاي واحد وهذا البي واحد وهذا الاي واحد وهذا من البي واحد، زين واحد في واحد ايش قد ذولا ناتجهم واحد، ما الناتج ما ذولا واحد، واحد في واحد واحد، واكو هنا داش فاذا ايش راح يصير صفر، اذا واحد زائد صفر ايش راح يساوي لي واحد، اذا المفروض لما نخليهم كلهم واحدات راح يطلع لي واحد. بس هنا الفولتية ليش طلعت 2.1؟ أنا مطي مصادر ذني 5 بـ5، هسه إذا شغل طلعت 2.1 ليش؟ لأن ذني المقاومات هاي وهاي وهذا وهاي كلن قاعد تاخذن فولتيات، أنا من أقيس الفولتية أطول أقيسها بس على هاي المقاومة، بس ذني المقاومات هسه إذا قللت المقاومة مالتهن ليش؟ لأن إذا أقل المقاومات مالتهن راح ياخذن فولتية أقل، فسويتها مثلا 1 أوم. لما اسويهن 1 أوم شوفوا ايش قد راح تصير الفولت هي 4.3 اللي هو هذا يعتبر شنو لوجيك 1. ف بوجود ذني المقاومات هذني هن راح ياخذن فولتية، لان يعني كل ذني مقاومات 1 كيلو، فقللتهن عمود تقلل الفولتية اللي هنا تاخذ ياخذوها فصارت ايش قد 1 أوم. زين نرجع لهاي المعادلة، لا مو هاي المعادلة، هاي المعادلة انت روح جيب مساحة امسح هذا الجزء هذا. زين هسه في حالة هذا خليته 1 وهذا خليته 0، هذا 1 هذا 0، واحد فيه 0 0، واحد فيه 0 0، واكو هذا الداش الفوق ايش راح يصير 1، اذا 1 زائد 0 ايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي 1. خلينا نجرب هذا الشيء، انا عندي هذا الاي وهذا البي، هذا الاي وهذا البي، البي قلت له ربطه بجراوند وهذا البي له ربطه بجراوند، اقدر اعوفه كما هو هيج. طلعت لي من 4.3 باعتبار شنو لوجيك 1. زين اذا اثنيناتهم صفر نرجع على المعادله، يعني نمسح نخلي هذا صفر هذا صفر هذا صفر هذا صفر، صفر في صفر صفر، صفر في صفر صفر، وهذا بي داش فش راح يصير؟ راح يصير 1، إذا 0 زائد 1 راح يساوي لي 1. إذا بهاي الحالة إذا هذول ربطتهم كلهم بجراوند، شوف هسه فاصل وما رابطهم شي يعني باعتبار مربوطين بجراوند، أو خلينا نربطهم بجراوند ليش هيج، هذا ربطتهم بجراوند مباشرة ما ربطتهم مصدر، فحاليا كلهم صفارة. وشغل المفروض يطلع لي 1 همين 4.2 فولت، يعني لوجيك 1. هاي هي كانت شنو التجربة الثالثة، وراها راح اسوي الخامسة لان الرابعة شوي معقد تضوج، هاي اذا سويت الخامسة احتمال اسوي احتمال لا، عندي كم شغلة. المهم
هذه هي التجربة الثالثة، حلوة سهلة، بس هذا ركزوا عليه السؤال لين مهم. بس هو ما يجي بيك يعني طبعا نفس المعادلة، يجيب غير معادلة ويقولكم صمموا لي اياها. إلى اللقاء.